إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نقف اليوم مع درس جديد من ميدان أسس العقيدة الإسلامية، وآخر درس رأيناه في هذا الميدان هو مقومات الدين الإسلامي، ودرسنا اليوم له علاقة بسابقه. محتوى اليوم هو الإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر رأيناه في الحصة الماضية أو في الدرس السابق لهذا أنه من بين المقومات أو ركن من أركان المقوم الثاني، وهو آخر ركن من أركان الإيمان. نقرأ مع بعض. قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. الآية 20 من سورة غافر. وقال أيضا: إن كل شيء خلقناه بقدر. الآية من سورة القمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أطلق ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. معنى الحديث هنا يسأل الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام: أيطلق الناقة، أيتركها غير مشدودة الوثاق ويتوكل، أم أنه يشد وثاقها ويتوكل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يعقلها ويتوكل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يحثنا على أن نكون أقوياء وعدم العجز، وإن أصابنا شيء مقدر من عند الله سبحانه وتعالى ألا نقول لو أننا فعلنا كذا وكذا لكان كذا وكذا، أو أن نتحسر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، وإنما نقول: قدر الله وما شاء فعل، أي الذي حصل هو ما قدره الله سبحانه وتعالى وما شاءه جل في علاه. لأن لو تفتح عمل الشيطان كما ورد في الحديث، لو هذه نقولها لو أننا فعلنا كذا وكذا لكان غير هذا، أو لو أنني لم أفعل لما كان هذا، لا، بل ما حدث كان مقدرا من عند الله سبحانه وتعالى. مفهوم القضاء والقدر: القضاء لغة هو الأمر والإنفاذ. قضيت لك، أي أمرتك بفعل كذا وكذا، أو أنفذت الأمر
إليك لتقوم به. أما القدر لغة فهو مقدار الشيء وحالاته المقدرة له. والقضاء والقدر شرعا هو علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ومصائرهم وتدبير أمورهم والقضاء فيها بما يريد وفق علمه تعالى وحكمته، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والإيمان بهذا هو التصديق الجازم بما قلنا. وللإيمان بالقضاء والقدر مراتب أربع، هي الإيمان بعلم الله الشامل، فهو سبحانه عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم من قبل أن يخلقنا، من قبل أن يخلقنا يعلم بها، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، الآية 12 من سورة الطلاق. ثانيا، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح كل شيء بقوله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الآية من سورة البروج. ثالث المراتب هي الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته سبحانه، لقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الآية من سورة ياسين. آخر مرتبة من المراتب هي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وهو الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم، لقوله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الآية من سورة الزمر. إذن هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وما الذي نستنتجه من خلال كل هذا؟ نستنتج من خلال هذا ما نلخصه في آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي قوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الآية 51 من سورة التوبة. ونستنتج من خلال هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعلمنا أن لهذا الكون نظاما بديعا محكما، كما أنه يملأ قلوبنا طمأنينة ورضا ويحمينا من القلق والكآبة، ويجعلنا نتخذ الأسباب اللازمة لتحقيق أهدافنا وإنجازاتنا دون عجز أو كسل، ويكسبنا قوة في مواجهة مختلف تقلبات الحياة برضانا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا، متوكلين عليه واثقين في معونته وتوفيقه، وعلينا أن نشكره على ما وهب لنا من نعم وأن نوظفها في طاعته، ونصبر على ما يبتلين به ونحتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.